بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هاي بصراحة الفكرة كلش حلوة وبيها عدة فوائد. الفكرة ما بيها بأنه الجهاز يسيطر عليه عن طريق ريلي، يعني مثلا عندك كوسرة تشتغل بكوسرة وتخاف لا من تطفي الكهرباء تنساها مشتغلة وتطفر عليك الكوسرة، أو مثلا تريد تربط حساس خزان الماء، حساس خزان الماء يربط على أحد أطراف الريلي بحيث إذا انترس الماء مثلا يطفي. يعني بعدة فوائد هواية بصراحة، بأمان 100% بحيث إذا طفت الكهرباء ما يشتغل إلا أنت تشغله. تقدر تربط عليه تايمر مثلا، التايمر هذا من يخلص العد مالته يطفى الجهاز بعد ما يشتغل. يعني هواي بشغلات حلوة. مثلا عندك جوزة حماية من ارتفاع الأمبير، بصراحة بيها عيب مصنعي هاي الجوزة بحيث من تطفى مثلا إذا يصير مشكلة ورا دقتين أو ثلاثة ترد تعيد نفسها، فحتى لا تعيد نفسها تربط عليه هذا الريلي. وعدة فوائد به هواية. هسه راح استعرض لكم طريقة العمل مالته. هسه احنا مشغلين الجهاز وراح نشرح لكم على مكوناته. هسه انا اريد اشغل الجهاز، لاحظ انا خربت لكم واتر بامب. هسه اشتغل والريلي لاقط، ده تلاحظه ومشتغل عندي هذا القلاب الاحمر بانه مشتغل. اريد اطفيه، لاحظ طفى، اقدر اطفيه اشغله. خلي نقول احنا ما نطفيه، طفت الكهرباء من المصدر، لاحظ طفت الكهرباء من المصدر. اجي اشغل النوب ما يشتغل الجهاز الا اجي ادوس هذا الزر، لاحظ. فبي فوائد واستخدامات بصراحة كلش قوية. راح هسه نعطيكم الخريطة وشلون رابطينا احنا. عندنا هذا الريلي ب عدة شغلات، اللي هي النقطة نورمالي اوبن المفتوحة والنقطة المغلقة والكم، وعندنا الملف خلينا نقول هذا البارد وهذا الحار ملف الريلي. نجي على الرسم، احنا هنا استخدمنا سويتشين. سويتش واحد هو بالاصل مفتوح، مفتوح الا اضغطه يلا يصير مغلق، وسويتش مغلق اضغطه يصير مفتوح، يعني واحد عكس الاخ. يسمون هذا سويتش عكس، موجوده بالاسواق، او تقدر تستخدم بوش بوتن مزدوجه. على كل احنا استخدمنا امكانيات بسيطه واسعارها رخيصه. الطريقه الربط الشرح اربط. عندي اول شيء اسوي تشامبر هذا بين الملف، لاحظ الملف ما واصل لكل شيء، الملف ما واصل لكل شيء، تشامبر بين الملف وبين نقطة الكم. خلينا نشوفها، هذا تشامبر بين الملف والكم. السويتش المفتوح، لاحظ انا راسم لك الرسم مفتوح، يعني من ادوسه يلا يكمل دوره. السويتش المفتوح ماخذ له كهرباء انا منين؟ ماخذ له كهرباء بين الكم وبين نقطة النورمالي اوبن، هذا دخول ال L. فمن راح اضغط هنا ايش راح اسوي؟ راح اوصل كهرباء المن للكم ويوصل المن للملف ويبقى مشتغل الريلي. زين، الجهاز منين اخذ له؟ اخذ له من نقطه خلينا نقول البارد، اوصل له بارد او اي بارد من اي مكان ويا نقطه الكم، يعني هذا شرط يكون الحار، البارد حتى لا يكون خارجي من مشكله. زين، مصباح الدلاله، هذا مصباح الدلاله راح اخذه بين من؟ بين البارد ونقطة الكم حتى اعرف الجهاز اشتغل عندي. هنا يا سويتش كلش مهم، هذا سويتش هو بالاصل مغلق، من اضغطه راح يفتح. شو يسوي؟ يطفي لي مصدر البارد، يعني البارد ادخله عن طريقه لهناية، فاي دوسه لهناية يقطع البارد، يعني شنو؟ تحسس بانه الجهاز طفى، ولهذا طفيناه اطفاء اجباري، واذا طفت الكهرباء ايضا راح يطفى. مثل ما قلنا هذا بصراحه كلش مهم ويفيدك باستخداماتك المنزليه بالورشه، وراح اعيد لكم العمل مالته حتى تشوفون الفكره مالته. لا شغلت الكهرباء كلش ما اشتغل، دست هذا الزر السويتش المفتوح اشتغل الجهاز وطلع عندي قلاب بانه اشتغل. اذا انا مضطر اطفيه ادوس الدقمه طفيته، اذا ما مضطر وطفت الكهرباء خلينا نفرض كوسره هاي ونسيتها مشتغله، تجي الكهرباء ما اشتغل كل شيء، فاذا امنت على نفسي بانه ما تطفر كوسره علي، او مثل ما قلت لك الاستخدامات مالته. تحياتنا لكم، هذا الموضوع كلش مهم، قرب لنا الصوره عليه حتى ياخذوا له سكرين. لا تنسى هذا التشمبر.
تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.